اللهم ارض عنا ومشايخنا وعن والديه وحاضرين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وهدنا على كتاب الجهاد والسير. كتاب الرجم محرم. الرجم سيدي حاضر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال رحمه الله باب ما جاء، قال رحمه الله في كتاب الرجم، قال باب ما جاء في التعريض. نعم. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن المنقري. لا سيدي ابن أويس. اسمه ليس من طيب ماشي. نعم. قال حدثني مالك. مالك النجم، ذكر الحديث في مالك النجم. ماشي. قال عن ابن شهاب. الزهري امير المؤمنين في الحديث. قال عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب اعلم التابعين على الاطلاق. قال عن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره هو السيد السبعه المكثرين عن النبي الامين. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. نعم. إذا هنا في هذا الحديث التبويب، تبويب عظيم. قال: باب ما جاء في التعريض. قد أنكر الإمام الداودي واعترض على التبويب، قال: التبويب غير معتدل، ولو قال ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى أو يكره لكان صوابا. والصحيح أنه لا شيء في ذلك، بل الحق أن كلام البخاري وتبويب البخاري على بابه وعلى الصحة، لأنه عرض بزوجته، لأن الرجل هنا عرض بزوجته وقال يعني قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هذا ليس على نفس شاكلة بشرتي ولا بشرتها لما قال ذلك. فهنا التبويب صحيح، وجاء في تعريض الرجل بامرأته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يزيل عنه هذا الذي وقع في صدره. واختلف العلماء في مسألة الحد بالتعريض. الجمهور، جمهور الفقهاء والمحدثين، على أنه لا حد في التعريض، روى ذلك، والحد لا يكون إلا بالتصريح البين، وروى ذلك عن ابن مسعود وقاله القاسم بن محمد والشعبي وطاووس، نعم، وحماد بن المسيب في رواية الحسن البصري والحسن بن حي، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يجبان عليه الأدب والزج. يعني لو عرض بها يمكن أن يعني يجتهد ولي الأمر في تعزيره، له تعزيره، لكن لا يقام عليه الحد. الحد لا يكون إلا 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 بالتصريح، لا سيما وأن التعريض فيه شبهة وفيه احتمال، وكلما كانت الشبهة وكان الاحتمال وجب الضرر. إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. وقالت طائفة أنه التعريض كالتصريح، روى ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري وربيعة، وقال مالك والأوزاعي، وقال مالك وذلك إذا علم أن قائله أراد به قذفا. يعني شوف هنا الآن حتى في هذا الباب يعني جعل للاحتمال مسرحا، قال إذا علم أنه يعرض وأنه أراد القصف فيؤخذ بنيته. الحق في هذا الباب لا يصح بحال من الأحوال إقامة الحد إلا على التصريح، وإلا فالتعريض كما قلت فيه ما فيه من الاحتمالات التي توجب شبهة، فإن أوجبت شبهة فالشبهة يدرأ بها الحد. وقد جاءوا عن برواية أبي الرجال عن أمه عمرة أن رجل استب في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما الآخر: والله ما أنا بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر، فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخر: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن يجلد الحد، نرى أن يجلد الحد. فجلده عمر 80. قال ابن البر: روي من وجوه أنه حد في التعريض بالفحشة، وأنه عن ابن جريج الذي حده عمر بن الخطاب التعريض، عكرمة ابن عمر. الحق أن نقول هذه المسألة مسألة وإن كانت خلافية، لكن الظهور فيها أن الحد لا يكون بالتعريض. التعريض يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، والاحتمالات شبه، والشبه تدرأ بها الحدود. ولذلك أنت ترى أن الشرع لم ينزل التعريض منزلة التصريح، عندما أباح التعريض للمرأة المطلقة ثلاثا، عندما لم يجعل التصريح كالتعريض، عندما أباح التعريض للمرأة المطلقة البائنة أو التي توفي عنها زوجها لم تنتهي عدتها، له أن يعرض
بطلب النكاح بها ولا يصرح، فلم ينزل التعليل منزلة التصريح، هذا أصل أصيل في الشرع. فلما لم ينزل الشرع التعليل منزلة التصريح من باب أولى، هذا في النكاح من باب أولى أن يكون في الحدود التصريح، لأنزل منزلة التعليل لأنزل منزلة التصريح لدرء الحد في ذلك. ولذلك احنا نقول الخطأ في إقامة الحد أولى من الخطأ في إقامته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم بأبي هو وأمي لم يقم عليه حدا ولم يعذره حتى لم يراجعه، لكنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه، قال له ألك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال إن نعم إن فيها لورقا. فقال أن له ذلك؟ قال له عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا عرق نزعه، وهذا قياس صريح في هذا الباب، وأقام عليه الحجة بنفسه، يعني أقام عليه الحجة بنفسه، نعم من نفسه أقام عليه الحجة. قال له أنت الآن إبلك جملك أو جمالك إبلك حمر، هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لورقة. فقال له من أن لها ذلك؟ قالت نزعه. قال نزعه عرق. قال نزعه عرق. قال ولعل ابنك نزعه عرق. ولم يقم عليه الحد، في دلالة واضحة جدا على أن الحد لا يقام إلا بالتصريح البين، والتعريض احتمالات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالاحتمالات توجب الشبهة، والشبهة يدرى بها الحد. لذلك قولهم بأن يحد بالتعريض، قالوا يلزم أن يعلم منه أنه يريد القصف، دخلوا في الاحتمالات مرة ثانية. والكلام على مسألة عمر قد اجتهد في هذا الباب، وظاهر الأدلة أنه لا إقامة حد، لأن الرجل جاء للنبي، حديث النبي لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعرض بامرأته يقول أتت بولد أسود، قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال أن له ذلك؟ فقال عرق نزعه. فقال لعل ابنك عرق نزعه، وبذلك ارتضى رجل ولم يقم عليه الحد وحتى لم يعذره. فلذلك التعريض لا يأخذ على المرء حتى تظهر النوايا أو يظهر التصريح البين فيقام عليه الحد. الفوائد المستنبطة: الشرع لم ينزل التعريض منزلة التصريح، فلما أنزلناه؟ أباح التعريض للمرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة ثلاثة، وفيها صحة القياس، وأبلغ الحجة أن تقيمها على الرجل بلسانه، أبلغ الحجة أن تقيمها على الرجل بلسانه. هذا الله تعالى جعلنا نستخدمه مع هذا الرافضي في هذا الباب، تجره ثم تقيم عليه الحجة فيه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.